انطلقت فعاليات مهرجان صيف بلدنا في مدينة رأس البر محافظة دمياط، وتضمنت فعاليات اليوم الأول عرضا لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية إلى جانب فريق أوبرا عربي. ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى يوم 26 من أغسطس المقبل على المسرح المكشوف في شارع النيل بمدينة رأس البر بتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، حيث تستقبل مدينة رأس البر الآلاف من الزائرين من مختلف المحافظات خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع. مشروع صيف بلدنا 2، لأن كنا موجودين السنة اللي فاتت، ولما المشروع لقى نجاح كويس جدا الهيئة قررته مرة تانية، ومن خلال الميكروفون وتلفزيون القناة الأولى أنا بشكر الأستاذة الدكتورة الوزيرة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لتبنيها هذا المشروع الممتاز. فرقة أوبرا عربية عبارة عن فرقة نوعية تابعة للهيئة العامة لأصول الثقافة إقليم غرب وسط الدلتا، فرع ثقافة اسكندرية قصر ثقافة الأنفوشي. الفرقة تم تأسيسها سنة 2010 بمجموعة من الشباب المجددين، حاولنا ان احنا ناخد بعض الشباب الموهوبين في فنون الاداء المختلفة زي الرقص والغناء والتمثيل ونحاول نصنع منهم فنان شامل. تم اعتماد الفرقة كفرقة نوعية تبع الهيئة العامة لأصول الثقافة بعد انشائها باربع سنوات في سنة 2014، وتم اعتمادها ماليا كفرقة دائمة تابعة للهيئة السنة اللي فاتت أو في شهر 7 اللي فات. بصراحة أنا شايف إن الجو جميل خالص والدنيا جميلة هنا، مصر تحفة بصراحة يعني. أنا مبسوطة النهاردة إن أنا موجودة في رأس البر، إن البلد دي جميلة جدا ومش أول مرة أجيها، أنا كل صيف باجي هنا وبصراحة الجو فظيع، وخصوصا الفرقة الجميلة اللي جاية النهاردة دي تساعدنا. إحنا كنا رايحين اللسان بس لما لقينا إن الفرقة دي موجودة هنا حبينا إن إحنا نتفرج ونستمتع بالجمال ده. وإحنا أصلا من بورسعيد وبنحب نيجي لرأس البر، مدينة محافظة جميلة ومبهجة، والنهاردة العرض ده أول مرة نشوفه بصراحة برأس البر، وحاجة مشرفة بصراحة لمحافظة دمياط وجمهورية مصر العربية اللي انتوا بتنقلوا بهجة المصريين كلها، وبنشكركم وبنقول لكم منورين الدنيا.